بس ده التعريف القياسي اللي اصلا خلاص متعارف والناس كلها بتتعامل معاه دلوقتي. ان انا لو عندي مثلث قائم بالزاويه دلوقتي اقدر اعرف ست بقى اللي هو المثلثيه دول او على الاقل ثلاثه والثلاثه الباقيين هم مين بقى بتاعهم. كويس؟ فالمفروض دي حاجه يعني سمعت عنها قبل كده ومفروض ان سمعت عنها. في بقى شويه حاجات مهمه بالنسبه للزاويه المثلثيه. اول حاجه عباره عن ايه؟ العلاقات في الزوايا المثلثيه. يعني الزوايا المثلثيه في فيها مميزات جامده قوي. تبقى كده لو بعت مرات الانجليزي ليمومتري المثلثية بتتميز في دي الأساسية اللي فيها علاقات تربط بين التوازن مع بعضها. برضه الحاجات دي يعني لازم تبقى عارفها لأن برضه في حاجات هما في أربع علاقات أساسيين المفروض إن الواحد يبقى عارفها ويحفظها والباقيين يقدر يستفيدوا منها. إيه الأربع علاقات دول؟ أول علاقة اللي هي مشهورة جدا طبعا اللي هي ساينس وير سيتا ساينس وير سيتا تساوي كام ده؟ 1 صح؟ يعني اي زاويه ثانيه لو كسرتها ساين وكوزاين وربعت ده وربعت ده وجمعتهم لازم يطلع مستوى واحد. خلاص ده الخواص الاساسيه. طبعا القوانين دي كلها ليها اثباتات بس احنا ايه مجرد فقره بيها مش فاهمينها الاثبات بتاعها. كويس؟ دي العلاقه الاوليه. العلاقه الثانيه نكتبها هنا عشان نخلي هنا عشان دي نستفيد منها حاجات. العلاقه الثانيه هنا ساين ده بيساوي ايه؟ طيب ايه؟ صح؟ طيب بي بلس طيب ايه؟ طيب بي مظبوط؟ واخد بالي بقى لو دي بلس يبقى دي هي بلس لو كانت دي ماينس يبقى دي ماينس خلاص يعني دي حاجه واحده شكل حاجه دي علاقه ثانيه. العلاقة الثالثة أنا بس بسيب مكان تحتي عشان أستفيد منها حاجة واحدة. كوساين إيه؟ صح؟ كوساين بي ماينس ساين إيه؟ ساين بي خلاص؟ هي بس الحاجة الوحيدة اللي تاخد بالك منها في القانون بتاع الكوساين تحكي لك الإشارة. إن الإشارة بتكتب خلاص فدي مشكله يعني شرط يعني دي بلس فدي ماينس لو دي ماينس فدي بلس خلاص. وبعدين القانون الرابع هم اربع علاقات زي ما قلت لك بس انا هديهم حاجه ثانيه كده تاني ايه بلس بي خلاص ده بيساوي ايه؟ تان ايه مظبوط تان بي على واحد بلس ولا ماينس؟ ماينس خلاص يعني ده مبتدئ من المقام تاني تان ايه يعني تان بتاع مجموع زاويتين بيساوي خارج قسم خلاص؟ مجموع التان الاولانيه زي التان الثانيه على واحد بس انا هاخد الضرب بتاعها. طبعا لو دي ماينس هي يعني دي ماينس ودي هنا خلاص؟ دول اربعه اساسيين انت لازم تحفظهم بس تبقى عارفهم يعني. منهم بعض اسامي حاجات تانية كتير يعني ايه يعني مثلا القانون الاولاني ده ان انا جيت قسمت المعادله كلها على ساين ساين سكوير سي يعني هذه المعادله دي كلها على ساين سكوير سي تؤدي دي ساين على ساين يبقى واحد صح؟ زائد ساين سكوير على ساين سكوير يبقى ايه؟ تان سكوير سي خلاص؟ ده بيساوي ايه؟ واحد على ساين سكوير اللي هو كوسيك سكوير طبعا من هنا برضه نسيت اقول لك اكيد المفروض ان تان بس هي غير منطقية يعني ان تان سيتا بتساوي ساين على كوزاين يعني انت لو قسمت الاثنين دول على بعض قسمت الكمية على دي هي اللي بتساوي تساوي خلاص يعني كوتان بتساوي ده على فبالتبعية كوتان عكسها يعني كوتان بتساوي كوزاين على ساين كويس؟ واقدر استنتج برضه علاقة تانية. ايه العلاقة التانية؟ لو انت قسمت المعادلة دي كلها على كوزاين كوزاين سكوير سي دي بتؤدي ايه؟ ساين سكوير على كوزاين سكوير يبقى تان سكوير صح؟ زائد كوزاين سكوير على كوزاين واحد يساوي ايه؟ خلاص؟ يعني انت مالهاش معنى بقى انك تقعد تحفظ منهم، مالهاش معنى، هي بس انا عارف العلاقه دي ولو احتجت اي علاقه تربط بين التان والكوسيك تقدر تحلها مثلا او علاقه تربط بين السين والتان خلاص بتستنتج العلاقه دي. كويس؟ في
بتقول لنا الاتصال بتاعك كده يعني تسيب ما تسيبش كده في الدرس سي اس سي لازم تسيب معاك كده كويس. العلاقه الثانيه اللي ممكن استنتج منها ايه؟ علاقه مشهوره قوي لو قلنا ايه بتساوي مين؟ يعني افرض ان بتساوي دول او الفتين دول بتساوي مين؟ يبقى ايه بلس ايه عباره عن ايه؟ ساين 2 ايه؟ دي اللي انتوا في المدرسه سموها قانون ضعف الزاويه. قانون ضعف الزاويه. فانت هتعرف تعمل ايه؟ تحط تشيل الام هنا تجيب هنا طب تساوي ايه؟ هتبص تلاقي لو عوضت كده تبص تلاقي ساين 2 ايه تساوي ايه؟ ايه؟ ساين ايه وساين ايه. خلاص؟ يعني 2 ساين ايه وساين ايه. نفس الكلام هنا. لو انت حطيت ايه بتساوي ايه؟ يعني لو سويت الاثنين دول بعض تلاقي ايه؟ مش كوساين. 2 ايه تساوي ايه؟ تشيل الدي وتحط مكانها ايه؟ يبقى كوساين في كوساين يبقى كوساين اسمه ايه؟ خلاص؟ ناقص اللي دي خلاص خلاص هنجمعهم مع بعض ناقص ساين اسمه ايه؟ خلاص؟ دي قانون ضعف الزاوية. طبعا نفس الكلام هنا في التاني لو حطيت ايه بتساوي بي هتقول ايه؟ ان تاني ان ايه تساوي تال ايه ناقص تال ايه اثنين تال ايه على واحد ناقص تال اسمه ايه؟ خلاص؟ طبعا يعني العلاقات الجوانب الثلاثيه ممكن تستنتج منها حاجات كتير قوي. يعني ممكن واحد ايه يشيل لك تان سكوير ويعوض عنها من هنا. تان سكوير تساوي 6 سكوير ناقص 1. يعني يقدر يستنتج علاقه ثانيه وهكذا. بس هو دي الحاجات الاساسيه اللي انت المفروض تحفظها او عارف حاجه. دي بتحتاجها بعد كده في الفتاه. طبعا في علاقات ثانيه برضه ممكن تستنتجها بس خلينا مش دلوقتي عشان نتاكد منها كميات كبيره. فدي العلاقات التنين اللي بتبقى حفظها. يبقى انا اول حاجه عرفتها تعريف الدوائر المثلثيه عباره عن ايه؟ وفي علاقات او اسطر بتاع الميتا دي مش موجوده في دوائر ثانيه. يعني انت ممكن تتدرس زي ورقه الكورس بتاعك دوائر كتير زي الدوائر الورقيه، الدوائر الاسطريه. مش هتلاقي الميتا ان انت في علاقات بتربط بينها وبين بعض. عشان كده مهم قوي ان اي واحد يدرس رياضه او بيتعامل مع مسائل الرياضه لازم يكون عارف العلاقات بين الدوائر المثلثيه، لان غالبا لو انا بحل مساله او بتعامل مع مشكله بتحتوي على داتا مثلثيه فاضطر استخدم العلاقات دي عشان اسهل حل المشكله او حل المساله اللي انا بتعامل معاها. خلاص؟ حد عنده سؤال في الكلام ده؟ نشوف بقى ازاي بنرسمها، يعني دلوقتي عرفت تعريفهم والعلاقات اللي بتربط بينهم، نشوف بقى ازاي برسم ايه الدوائر المثلثيه. انا اقول بس رسم الثلاثه اللي هم الاساسيين، ساين وكوزين وتان عشان ده كميه كبيره ونخلي دول ايه؟ كده كده انت لسه يعني في محاضرات هناخدها بس الدوائر عامه. خلاص؟
الثلاثين دول لازم تبقى عارفهم كويس قوي. الزاوية اللي بتحتاج العلاقات بتحتاج المسائل بتاعتك، الزاوية اللي بتخصص فيها الساعة، لا خليك فاكر الجزء. ودايما خطابك هتقول لي ايه لو انت بتتلخبط الجزء الثلاثة هنا ولا هنا؟ مين الأكبر بايع على ثلاثة ولا بايع على ستة؟ بايع على ثلاثة، يبقى قيمة أصلا. خلاص؟ اللي جاز الثلاثة أكبر من الواحد أصلا. خلاص هو الوسط أو البيزنس هو اثنين، ده خلاص معروف. لكن المشكلة في ناس بتتلخبط، تحط قيمة تانية. فلو أنا هتلخبط إن أنا عشان ما تنساش، شوف مين الأكبر، بايع على ثلاثة هي الأكبر يبقى قدامها جاز الثلاثة. يعني طلع النقابة دي أو جاز الثلاثة. خلاص؟ برضه ما تنساش المثلثين دول. عايزين بقى نشوف إزاي بنرسم الدوائر المثلثية. أول حاجة ساين. ساين. خلاص؟ سايد فانكشن بنرسمها ازاي؟ انا هوريك الاول برسمها ازاي وبعد كده اقول لك يعني انا هربط حته كده مش هعمل في الموبايل بتاعك خالص. ده محور واي ده محور اي كويس؟ ده الجزء بتاعك دايما عامة حاجة بس مشهورة في الرياضة لما يعرف تيجي يرسم أي كلب من أي دالة دايما في حاجة اسمها بيسموها الكيبورد خلاص كلمة كي بوينتس يعني معناها المفاتيح بتاعت المنحنى بتاع الدالة دي. يعني انت هو المشكلة هي انت عايز ترسم الدالة عامة يعني عندك واي تساوي اف اوف ايه وعايز ارسمها ارسمها ازاي؟ مجرد اجي اعمل المحورين بتوعي وبعدين ابدا انا اختار قيم التجارية من عندي من اكس واعوض يعني احط مثلا اكس 0 واشوف الواي بكام؟ الاكس مثلا 5 اشوف الواي بكام؟ الاكس ناقص 3 اشوف الواي بكام؟ هيبقى عندك مجموعة نقط، وصل النقط دي بعشرتها واصفع لك كلمة اللي انت عايزها. بيبقى أسهل كتير بقى لو أنا عارف حاجة اسمها الكي بوينتس بتاعت الجراف ده. وده يعتمد دايما على الدالة اللي عايز أرسمها أو الفانكشن اللي عايز أرسمها. يعني الدوائر المثلثية دايما الكي بوينتس بتاعتها إيه؟ نقطة زيرو. خلاص؟ يعني إيه الكي بوينتس؟ يعني أنت عايز تعرف قيمة الدالة عند النقطة دي. كويس؟ نقطة زيرو ونقطة باي على اليمين كده وباي خلاص؟ الناحية التانية. هتلاقي ناقص باي على اتنين وناقص باي. خلاص ممكن بقى تزود لو انت عايز يعني ممكن تخلي مثلا 3 باي على اتنين كمان تحسب عندها كام؟ هوريك دلوقتي اللي هي بتبقى سهلة دي اتنين فوق. الناحية التانية برضه نفس العمل. ناقص 3 باي على اتنين وناقص اتنين خلاص؟ فدايما الدوائر المثلثية سواء كانت السايد او كوبان او التالي لما اجي برسمها بحاول ان انا اجيب قيمه الفانكشن عن النقط دي. خلينا الاول في السايد. السايد زيرو كام؟ زيرو ما تنساش طبعا في حاجات برضه المفروض انت يعني تديني اليونت سيرت اللي هي دي. ده محور اكس واي مش عارف لما يبقى النقط زيرو الزاويه اللي دي زيرو دي زاويه زيرو دي باي على اثنين دي باي صح؟ دي 3 باي على 2 نقطة 0 والساين كام؟ تساوي 0 والساين تساوي ايه؟ الساين 0 والساين 0 كام؟ 1 خلاص؟ لو نقلت هنا هيعكسوا الاثنين مع بعض يعني الساين تساوي 1 والساين تساوي 0 يعني باي على 2 والساين باي على 2 0 والساين باي على 2 1 طبعا عشان باي هنا الساين باي كام؟ الساين باي كام؟ 0 كوساين ماينس 1 خلاص يعني كوساين باي ايه ماينس 1 وهنا ساين ناقص 1 وكوساين ايه طبعا بطلع نقط دول حاجات برضه اساسيه يعني انت انت خدت سنه وحاجات كتير قوي بس في حاجات مش لازم يبقى اي واحد كمهندس يبقى عارفها يعني ما ينفعش اي واحد يقول لك كوساين زيرو كام وما اعرفش اسمع او احسبها في الكالكوليتر او ساين باي على 2 بواحد وساين باي على 2 بزيرو يعني حاجات كده معروفه كويس عشان كده بقول لك النقط دي من هنا جت كده في بوينتس يعني دي الدوائر المثلثيه هي دي النقط الكميه لان المفروض قيامها تبقى معروفه من غير ما احسبها مش محتاج ان هي تتحسب لان خلي بالك يعني الناس زمان ما كانش عنده شكل الكالكوليتر بقى يعني انت لو عايز تحسب ساين باي على 5 مثلا دي ما تقدرش تحفظها لازم تتحسب فالناس ما كانش عنده بقى الكالكوليتر يكتب باي على 5 تطلع ساين بكام القيم اللي هو المفروض يبقى عارفها اوتوماتيك مش محتاج ان هو يحسبها كويس؟ فانت عندك ساين زيرو كام؟ زيرو ساين باي على اتنين بواحد هناخد كده مسافه هكتبها دي واحد كويس؟ يعني هنا كده واحد
خلاص السيل بقى كام دلوقتي؟ السيل بقى كام زيرو؟ طب تعالى نجيبها تاني. سايل ناقص واي على الشيء كام؟ ناقص واي. لان انت عارف برضه ان سايل ناقص زيتا يساوي ايه؟ ناقص ساين زيتا. لان الزيتا دي او الساين زيتا دي بنسميها قطر فانكشن. او داله فرديه. العرض بيسموها داله فرديه. يعني ايه داله فرديه؟ طيب اشرح عنها فكره. يعني لما بقول على الداله ان الداله دي فرديه. هي التعريف بتاعها ايه؟ اللي هو التعريف الرياضي بتاعها ايه؟ بقول ان انا عندي داله فرديه. لما لو انت عندك فانكشن واي بتساوي اف اوف اكس. امتى اقول ان الداله دي فرديه؟ لو لقيت اف اوف ناقص اكس تساوي ماينس اف اوف اكس. يعني ايه؟ يعني انت لو جيت في المعادله بتاعت الداله دي مكانها ماينس اكس. خلاص يعني شايف كل اكس وعايز ماينس اكس. بص ده ايه؟ ان انت لما تاخد شرط الماينس دي هتطلع بره ضربه الداله نفسها. يعني مثلا كمثال واي تساوي اكس 90. خلاص؟ لو انت عايز تشوفها فرديه ولا لا؟ اكس اف وناقص اكس. يعني نقول ايه؟ ناقص اكس كل تكعيب. مظبوط؟ ناقص اكس كل تكعيب ده بيساوي ايه؟ ناقص واحد، ناقص واحد، واحد، ناقص واحد كمان يعني ناقص. والاكس اف التكعيب. صح؟ يعني ده بيساوي ناقص اف اوف اكس. يعني ناقص يعني اف اوف ناقص اكس بيساوي بشرط الماينس بتطلع بره بيصير الداله هي نفسها. ساعتها اقول ان الداله دي داله فرديه. خلاص؟ فالصايد من الدوائر اللي هي الفرديه. في الرسم بقى يعني خلاص ده المعنى الرياضي بتاعها. لما اجي اقسم الداله الفرديه برضه الكلام ده لسه هنعرفه برضه قدام شويه. عامه بقى مش لاقي داله ثلاثيه. دايما الداله الفرديه بتبقى متماسكه بالنسبه لنقطه خاصه. بالنسبه للبروجكت بتاعك. يعني ايه؟ يعني نقطه خاصه دي كما لو كان زي الملايه يعني الجزء اللي هنا بالنسبه للربعين الاول والثالث يعني الجزء ده متماسكه بالملايه. كويس؟ بس ده اول ما تصرفش نفسك بيها بس اللي يهمني ان ساين ناقص ثيتا او الساين بتاع الماينس بتاع اي زاويه بس هو ناقص ساين الزاويه اللي بتساوي. عشان كده لو انا بحسب ساين ناقص باي على 2 ده بيساوي ناقص ساين باي على 2. طب ساين باي على 2 كام؟ 1 يبقى ناقص 1. خلاص؟ وساين ناقص باي كتير. خلاص يعني انت كده جبت كام نقطه؟ ادي 1 2 3 4 5 بس بقى وصلناهم في بعضهم. وريك بقى دلوقتي ازاي بنقسمها على طول بس عشان بشرح لكم الماضي جت منين. بص اعمل ايه؟ بص كده. ده الشكل بتاع المحاسبة المنظر. خلاص؟ عادة بقى لما تيجي ترسم يعني الشكل ده برضه هو يبقى محطوط في الكتاب، يعني في اي قصة برضه هتخش خصوصا في الكهرباء والكلام ده تبص ان الشكل الويكس بتاعتك الاعلام بتاخد الشكل بتاع الساين كده او الكوزاين كده. فالشكل ده غالبا لازم يبقى حاطه. فلما احب ارسمه صح الناس بتحب ترسمه من غير ما يقعد يحسب. يجي اعمل ايه؟ جاي كده ما كده. اي مجموعه نقط على مسافات متساويه. ونفس النقط على مسافات متساويه الناحيه الثانيه. ولكن مكتوب كده على مقربات. خلاص؟ يجي اعمل خط وسط كده. خط وسط كده. هقول لك عشان لازم تصحح يعني. بعدين يعمل خط راس كده. يكون نقطه من دي. خلاص من هنا اللي عامل كيف بتاعه اهو كيف بتاعه المره دي مش خلاص يبقى له حاجه تعليق بتاع الصفحه مفهومه؟ طبعا اي فانكشن في الدنيا في الرياضي برضه من الحاجات المهمه اي فانكشن بكتبها لازم اعرف لها حاجتين مهمين قوي الدومين والرينج خلاص او المدى او المجال والمدى تعريف ايه طيب يعني دي مش عارف ايه؟ ايوه بالظبط والرينج بقى اه فاهم بتاع الرينج برضه دي برضه يعني حاجات الناس تبقى عارفها يعني ايه كلمه فانكشن؟ المفروض فانكشن معناها ايه؟ اقول لك بطريقه سهله الناس بتعرفها فيها يعني بيقول لها انك تبقى مطلوب يعني بص الفانكشن عباره عن كلمه فانكشن معناها ايه؟ انت عندك فئتين او كميتين كويس؟ في علاقه بتربط بينهم. العلاقه دي بتشترط ايه؟ ان كل نقطه في الفئه الاولانيه بيقابلها نقطه واحده بس في الفئه الثانيه. خلاص يعني انا عندي علاقه بتربط بين فئتين او كميتين
شرط ان كل نقطه يعني مش عارف يسموا النقطه دي ايه لو كده تتصور يعني كل نقطه في الفئه الاولانيه يبقى لها نقطه واحده بس في الثانيه يعني ممكن الاقي نقطه زي كده اهي يبقى لها نقطه كده وهكذا العلاقه دي بتسميها فانكشن خلاص التركيز دول بقى واحده فيهم بنسميها تميل والثانيه اللي هي بنسميها دي والموضوع دايما بالرمز ده يعني مثلا لو انا سميت دي تي تي اس دايما في الكتب بتاعتك دلوقتي يقول لك كده فانكشن اف ديفايند ريليشن او علاقه من تي اس فالناس تبقى عارفه بقى الكتاب الاول ده مين والثاني ده الريليشن بتاعته كويس في ناس بقى كان يقول لك بطريقه سهله يعني هنا كان مثلا برضه عرفنا ازاي يقول لك اعتبر ان الفانكشن دي زي المكنه المكنه دي بتطلع يعني بتطلع نقطة واحدة بس أو منتج واحد بس فأنت بتحط حاجة من ناحية بتطلع لك حاجة من الناحية التانية خلاص يعني أنت بتحط اللي هي حاجة أنت بتحطها ده الدومين بتاعك يعني النقط اللي أنا هكتبها ده الدومين بتاعي والرينج النقط اللي هتطلع كويس ممكن تلاقي مثلا إيه ممكن تبص تلاقي نقطتين مش شايفين في نفس الصورة مشكلة يعني ممكن أبص ألاقي نقطتين الاتنين طالعين نفس الصورة بس العكس لا العكس ما تبقاش فاهم يعني إيه العكس؟ يعني ما ينفعش أبص ألاقي نقطة ليها صورتين دي مش فاهم انت لو جيت لقيت حاجة عاملة كده بصيت لقيت في نقطة اهي وبصيت لقيت ليها صورتين لا دي مش فانكشن خلاص دي حاجة تانية بيسموها ريليشن بس كلمة ريليشن قصة تانية فانت دايما ده الشرط الأساسي انك ممكن اه تلاقي نقطتين او ممكن تلاقي كل النقط دي مشتركة في نقطة واحدة ماشي ليها صورة نفس الصورة لكن ما ينفعش ابص الاقي نقطة وليها ليها صورتين خلاص ده الشرط الأساسي في موضوع الفانكشن فكلمة الدومين يعني ايه بقى؟ يعني كان يقول لك يعني الدومين يعني ايه النقط او ايه الحاجات اللي انا ممكن احطها في المكنه دي؟ مش كل حاجه تنفع. خلاص؟ يعني هتشوف مثلا ان انت لو انت عندك مثلا فانكشن اف اوف اكس مثلا اي حاجه واحد على اكس ناقص واحد. خلاص؟ بالنسبه لفانكشن زي دي اكس بتساوي واحد ما ينفعش ان انا استخدمها مش في الدومين بتاعها. ليه؟ لانك لو حطيت اكس بواحد هتلاقي واحد على زيرو اللي هو ايه الانفينيتي اللي انا مش هعرف اتعامل معاه. يعني كميه الانفينيتي دي بالنسبه لي تعتبر كميه مجهوله او مبهمه ما اقدرش اتعامل معاها. كويس؟ فمعناها ايه زي ما بقول لك مش كده ان عشان الطريقه الواحد بيتخيل بيها او بيفهم بيها يعني. ما اقدرش ان انا احط جوه المكنه دي حاجه نقطه واحد مش شايفها، انا بتكلم على الفانكشن دي. خلاص؟ فالدوائر المثلثيه بقى اللي احنا بنتكلم عليها تاني ستايل مثلا الدومين بتاعها. خلاص؟ الدومين اي قيمه يعني مفيش يعني ما عندكش انت اشتراطات على قيم معينه يعني ساين اكس لو انت بتتكلم على ساين اكس اكس دي ممكن تاخد اي قيمه في الدنيا كويس عشان كده في الرياضه يقول لك ايه ان الدومين بتاعها جميع الاعداد الحقيقيه ودايما الاعداد الحقيقيه من مستوى ار والخط الاخير من عندنا كمان ضرب بالمنظر ده يعني معناها الريال نمبر الريال نمبر او الارقام الحقيقيه اعداد حقيقيه خلاص؟ يعني الدومين بتاعها هو عباره عن ايه؟ جميع الاعداد الحقيقيه. طب الرينج؟ اه يعني ايه بقى الرينج؟ الدوائر المثلثيه بقى دي كانت ميزه كويسه قوي ان انت ايه؟ ان الحدود بتاعتك محصوره من ناقص واحد لواحد. يعني عمرك ما هتلاقي الزاويه الساين بتاعها 500 مش حاجه اسمها كده. دي الزاويه دي. هي اي زاويه تشتري الساين بتاعها يا اما ما بين واحد وناقص واحد. بين المنطقه خلاص؟ اللي هو خطين دول ينفع عندك خط وسط من هنا خط وسط من هنا الحدود دي هي الحدود بتاعت الرينج بتاعي عشان كده الرينج بتاع درجة الساين من ناقص واحد ايه؟ خلاص زي ما مش عاملين طبعا انا لما اعمل القوس كده معناها ان هي الحدين دول داخلين معايا لكن لو انا عملت القوس كده يبقى الحدين دول بره ايه؟ بره الحدود بتاعتي خلاص؟ يعني ما اقدرش احسب الرينج بتاع الدول يعني الحدين دول مش داخلين معايا لكن انا حاجة الساين ده هي متعرفه عند واحد خلاص؟ يا ده الشكل بتاع مكان الكوزاي. الصاين دي، كوزاي طريق. بنفس الطريقة ده، برضه أشوف في جولد ثم نفس الجولد. يعني نفس النقط دي، أشوف قيمة الفانكشن عندها فين. Thank you.
الوجود يعني اخر بعدين نقطه واحده هنا نقطه واحد اسمه الكي بوينت بتاع الكمبيوتر واي على الكيل ونقطه واي على الكيل ثلاثة واي على الكيل كيل والناحيه الثانيه نفس الشيء بس بالمايك نقطه واي على الكيل نقطه واي نقطه ثلاثة واي على الكيل نقطه خلاص هرسمها انا وبعد كده